مصر لعبت دور مهم في التواصل للهدنه بين اسرائيل وحماس وايضا في تنفيذ الهدنه والتزام الاطراف بالبنود اللي تم الاتفاق عليها سواء فيما يخص الافراج عن المحتجزين والاسره او ادخال مئات الشاحنات من المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية في كل مناطق قطاع غزة صحيح منا خلونا نتكلم مع حضراتكم عن دور مصر المحوري في احتواء التصعيد داخل قطاع غزة وتنفيذ الهدنة مع ضفنا الكريم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك صباح الكل على حضرتك يعني بداية نتكلم عن الدور المصري في سريان وإنفاذ هذه الهدنة وصولا الى الامس المرحله الثانيه من التبادل الاسرى مع الجانب الاسرائيلي، يعني كان يبدو لحظات حرجه وصعبه جدا تاخير التسليم مشاعر انه ممكن او مخاوف انه ممكن الهدنه يحصل لها يعني يعني اي خروق خروقات يعني وتتعطل في اللحظه الاخيره تدخلت الجهود المصريه لاحتواء الموقف وانقاذه. خليني اقول لحضرتك احنا متابعين مع بعض من اللحظه الاولى لاندلاع الازمه الحاليه. والدوله الوطنيه المصريه بتشتغل لدعم القضيه الفلسطينيه على عده مسارات. وخليني ابدا من الموقف الثابت للدوله الوطنيه المصريه واللاءات الثلاثه التي اعلنتها في مؤتمر القاهره للسلام في مواجهه ما يقرب من 31 دوله. لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه لا للحصار المفروض على اشقائنا في فلسطين لا لاستمرار هذا العدوان بهذا الشكل فمن هذا المنطلق نكمل في مسيره ما يحدث واعلان الهدنه ما بين الطرف الاسرائيلي والطرف الفلسطيني وقيام مصر بالوساطه في تلك الهدنه. احنا بنستهدف من اجراء الهدنه هو وقف العدوان الاسرائيلي على اشقائنا في غزه والبدء في مسار عادل وشامل يستند على الفرضيات الدوليه والقرارات الدوليه في حل تلك القضيه. وبالتبعيه كان الدور الحاسم لترسيخ تلك الهدنه في التوقيت الحالي هو الدور المصري لان الدور المصري هو الدور الاقدم. والاكثر خبره والاكثر درايه بكل مفردات القضيه الفلسطينيه. والحقيقه كان هذا الامر في غايه التعقيد يعني مساحه الهدنه في غايه التعقيد لعده اسباب. السبب الاول ان الحكومه الاسرائيليه هي حكومه يمينيه. وهي مقيده داخل ومحاصره داخل خطابها اليميني في مخاطبتها للداخل الاسرائيلي. فاعلان الهدنه هو كان امر غايه في الصعوبه مع حكومه بتلك الخلفيه الا ان الدوله الوطنيه المصريه قدرت ونجحت في ترسيخ تلك الهدنه واعلان تلك الهدنه وهي بالمقام الاول يعني خليني اقولها هو رفع الحصار عن اشقائنا الفلسطينيين وتوقف العدوان الاسرائيلي على اشقائنا الفلسطينيين في كل لحظه وفي كل دقيقه بتظهر مستجدات مستجدات القيود اللي بتفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي وعصابات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات من ناحية مسألة الإفراج عن الأسرة من ناحية أخرى العديد من الأمور اللي في كل لحظة فيها مستجد والدولة الوطنية المصرية طول الوقت بتتدخل لحلها لأن إحنا من مصلحتنا ومن مصلحة أشقائنا في فلسطين هو استمرار تلك الهدنة ووقف العدوان الإسرائيلي اللي خلف ألاف الشهداء الفلسطينيين وألاف منهم ألاف الأطفال والنساء والفلسطينيين في الوقت الحالي بيعانون من هذا الحصار الشديد في نفس التوقيت من مهم بالنسبة لنا هو إدخال المساعدات الإنسانية لرفع هذا الضرر الضخم عن أشقائنا الفلسطينيين وأنا أقدر أقول في التوقيت الحالي بالأرقام والأرقام كاشفة أن ما يقرب من 70 ل 75% من المساعدات الانسانيه هو جهود خالصه للدوله الوطنيه المصريه ومن الشعب المصري. من اليوم الاول احنا بنقول احنا بنتقاسم كسره الخبز مع اشقائنا الفلسطينيين، فالدوله الوطنيه بتحمل هم القضيه في ادخال المساعدات الانسانيه لاشقائنا الفلسطينيين، في تمديد الهدنه لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم عن اشقائنا الفلسطينيين، للدخول الى الوصول والدخول والوصول الى الحل الذي نرتضيه وكان في محاولات للالتفاف حوله وهو اعلان دوله فلسطينيه ذات سياده كامله على حدود 4 يونيو سنه 1967 احنا شايفين هدوء حذر في اليوم الثاني للهدنه تتوقع انه يتم الاستمرار في الاجواء الحذره ويتم يعني وجود هدنه ثانيه قريبا في اجواء حذره طول الوقت لان الاسرائيليين من طبعهم المماطله يعني ده, ده, ده بشكل واضح وجزء من العراقيل اللي بيحاولوا يفرضوها هم بيحاولوا بقدر الامكان انهاء الهدنه في اسرع وقت لانهم الحقيقه كانوا عايزين يحققوا امور على الارض ما قدروش يحققوها يعني مساله تصفيه القضيه الفلسطينيه التهجير القسري للاشقاء الفلسطينيين الدوله الوطنيه المصريه قدرت تجهد هذا المخطط فهو كان بيستخدم فكره العمليات المستمره لاجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من قطاع غزه الى وده كان واضح الى سيناء وده كان واضح لينا من اللحظه الاولى لان كان المسار هو التهجير من الشمال للجنوب وبالتبعيه صحيح من الجنوب الجنوب يمثل حدودنا الشرقيه صحيح فبالتبعيه انت لما تيجي تنظر الى هذا المساله بهذا الشكل احنا كنا واعيين لهذا الامر والنهارده هو وقته يعني بيتم استنزاف الوقت لأن المجتمع الدولي ما بقاش بنفس قوة الدعم بسبب المجازر اللي ارتكبها ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والعصابات الصهيونية خلال الفترة الماضية. وأنا بقول بشكل واضح أن الإسرائيليين في في الوقت الحالي لديهم أزمة ضخمة لأنهم لم يحققوا أي أمر من الأمور اللي استهدفوها على أرض الواقع وده يعني ليس كوني مصريًا لكن المشاهد للاوضاع يعلم صح. ان اجهاض تلك المخططات واجهاض تلك التحركات كان <applause> بالموقف الحاسم الذي رفعه السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر القاهرة الدولي للسلام ومع <applause> كل البعثات الدولية التي اتت الى الدولة الوطنية المصرية كان رد الدولة الوطنية المصرية رد حاسم وحازم في انه لا للتهجير القسري لا, لا لاستمرار <applause> هذا الحصار لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه بشكل غير عادل وتحديدا على حساب الدوله دي. الوطنيه المصريه. هاخد من كلام حضرتك البعثات الدوليه احنا شفنا الايام الماضيه كبار الشخصيات الدوليه للمنظمات موجوده عند معبر رفح بتقيم مؤتمرات وتعقد مؤتمرات صحفيه اخرها كان زياره رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز وايضا رئيس الوزراء البلجيكي مؤتمر صحفي مشترك عند معبر رفح وكان في تصريحات مهمه جدا تتعلق بشكل مباشر ان اسرائيل تخالف القانون الدولي، دعوة اسرائيل لوقف قتل المدنيين، والحديث انه اسبانيا ستاخذ خطوات للاعتراف بدوله فلسطين، تابعت ازاي هذا المشهد لرئيس وزراء اسبانيا وبلجيكا عند معبر رفح. خليني اقول لحضرتك يعني تواكب زيارتنا لمعبر رفح يوم الجمعه حضور رئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء اسبانيا في نفس التوقيت. واستمعت الى حديثهم من امام معبر رفح الحقيقه ده يرجعنا لنقطه انا تحدثت ليها في اثناء الحوار وهو ان الموقف الدولي الداعم بلا شروط بدا ينحصر صحيح. وبدا ينحصر بسبب انه مش قادر يتحمل تبعات وفاتوره العمليات الاسرائيليه في مواجهه الاطفال والنساء والقتل خارج اطار القانون وحملات التطهير العرقي ضد اشقائنا الفلسطينيين وبالمناسبه انا حابب اشكركم واشكر قناه القاهره الاخباريه لان من اظهر هذا الوجه الوجه القبيح للعالم الغربي في ظل حال محاولات تغييب من الاعلام الغربي لما يحدث على الاراضي الفلسطينيه هي حضراتكم وده اللي ادى الى ضغط شعبي على تلك الحكومات فبدات يحدث تراجع في مواقفها الاولى لو لاحظنا المواقف الاولى للدول الغربيه نستمع كل كلمات الدول الغربيه في مؤتمر القاهره للسلام ومن بعده خلال اسبوع عشرة ايام الا ان هذا الموقع يعني هذا الموقف بدا ايه يتراجع بسبب ما تم تسليط الضوء عليه من الاعلام العربي ومن الاعلام المصري على الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني خلال الفتره الماضيه ده بدأ يحملهم فاتوره هم مش قادرين يتحملوها ابعد من كده وبالتبعيه بدأت المواقف الغربيه اللي بتدعم الإسرائيليين دعم غير مشروط ودعم غير محدود بالتراجع وده كان جزء أيضا منه دور الدبلوماسيه المصريه والخط الواضح اللي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو كان خط أحمر جديد وده أمر كان في غايه في الحسم وغايه في القوه وبتدعمه كل مؤسسات الدولة وبتدعمه الشعب المصري في دور عظيم بتقوم به الدولة الوطنية المصرية في الوقت الحالي. أكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له تصريحات واضحة بخصوص حل الدولتين وأنه آن الأوان للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كيف رأيت هذه التصريحات؟ ده موقف الدولة الوطنية المصرية الثابت على مر العقود. لكن المرة دي كان مرة حاسمة وحازمة. لأن كان في بداية لمخطط تهجير قصر. ومخطط لتصفية القضية الفلسطينية وكنا بنتحدث أن كان هذا الأمر على حساب سيناء وهو أمر مش مطروح وليد النهاردة يعني هذا الأمر يعني كان مطروح في 1968 في حينما خرج القبائل العربية في مؤتمر الحسنة وقالت أم أمام في مواجهة موشى ديان وقال له وقالت له أن تلك الأرض أراضي مصرية ولا تدويل لتلك الأراضي بعد هذا الموقف بدأ يخشوا الإسرائيليين في سيناريو آخر وهو تهجير أشقائنا في غزة إلى الجنوب إلى إلى سيناء، م. انتصارات المصريين في أكتوبر م. 73 وأجهضت هذا الملف، وفي أكتوبر 2023 تجدد هذا الحلم إلا أن موقف الدولة الوطنية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الحسم وبهذا الحزم ورفضنا لكل الضغوطات والإغراءات التي عرضت لتنفيذ هذا المخطط أجهد الحلم الإسرائيلي مرة أخرى في تهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى سيناء والمناسبة كل تهجير من شبه داخل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين هو احتلال جديد فموقف الدولة الوطنية المصرية يعتبر انتصار جديد ضد مخطط بيتم العمل عليه على مدار سنوات. واللي يعرف كويس قوي ويدرس الجانب الاسرائيلي مساله الزمن بالنسبه لهم هو كسب وقت لكن مواقفنا الواضحه والحاسمه في هذا الملف انقذ الدوله الوطنيه المصريه في سيناء بشكل كبير وانقذ تصفيه القضيه الفلسطينيه اللي رئيس عبد الفتاح السيسي أطلق عليها مصطلح قضية القضايا. ما شفناش يعني أي زيارة من زيارات زعماء العالم أو الشخصيات الدولية ولقائها بالسيد الرئيس كان السيد الرئيس دايما بيؤكد على هذه الفكرة لا للتهجير وآخرها بكلمات واضحة وصريحة في احتفالية تحيا مصر من يومين التهجير خط أحمر يعني لا يمكن أبدا السماح به للدولة المصرية. سؤالي لحضرتك هذا الثبات على هذا الموقف كيف انعكس على المواقف الدولية يعني إلى أي مدى الموقف الأمريكي أو مواقف بعض العواصم الأوروبية تبنت وجهة النظر المصرية بأنه لا سماح أبدا بنزوح أهلنا في فلسطين إلى سيناء الدولة الوطنية المصرية قامت بالدور الحاسم في وقف هذا المخطط يعني ونشوف تسلسل خطاب الدولة الوطنية المصرية وخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الأمر نكتشفه هو من اللحظة الأولى هو رافض لهذا الأمر وحتى يعني لما قال له قال لهم لو حابين صحراء النقب لو حابين تروحوا عندكم صحراء النقب ودي كان كلمة قمة في العمل الجيوسياسي لأنه وضع اطروحات بديلة لأن العالم الغربي بيجي له المعلومات وهو مش بيبص على خرائط فلو أنت حابب توديه مكان صحراء النقب وإسرائيل استحالة تعمل هذا الأمر مم. ثم إعلانها في مواجهة العالم كله أنه لا للتهجير القصر مم. ثم الإقرار بأن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة للدولة الوطنية المصرية وهو ثاني خط أحمر تم ترسيمه بعد خط آه جفر سرت جفر سيرت. جفر سيرت. جفر سيرت. تمام وخد بال حضرتك يعني كانوا بيراهنوا على ان الدوله الوطنيه المصريه في ظل الازمات في دول الجوار قد يلين موقفها في هذا الامر، يعني لاول مره الدوله الوطنيه المصريه تكون لديها ازمات في حدودها الاربع. صحيح. الجبهه الغربيه فيها مشكله، الجبهه الجنوبيه فيها مشكله، الجبهه الشماليه فيها اشكاليات، الجبهه الغربيه فيها ايضا مشاكل. فبالتبعية مصر بتواجه كل تلك المشاكل ده بيمثل تحدي وضغوط على صانع القرار تحدي المصري تحدي لحظه دقيقه تاريخيا يعني. لم تشهد الدوله الوطنيه المصريه مم. يعني اقراوا التاريخ مم. نكتشف ان طول الوقت بيبقى فيه تحدي في جبهه حدوديه او في دوله جوار لكن التحدي في كل تلك المسارات في هذا التوقيت ده مؤداه الطبيعي ان انت في موقف بيمثل قوه وقدره الدوله الوطنيه المصريه الشامله ودي القوه الشامله للدوله الوطنيه المصريه اللي تحدث عنها الرئيس من سنوات وازاي النهارده بتتخذ وفقا ليها المواقف الحاسمه في هذا الامر